السلام عليكم. على ما يبدو أن إدارة ترامب لم تكتفي باغتيال قادة النصر والقطاعات العسكرية في العام الماضي، فلجأت إلى طريقة جديدة لتنتقم من كل من حارب الإرهاب من العناوين المعروفة. فلم يمضي إلا أيام قليلة على فرض عقوبات بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي حتى قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإجراءات مماثلة بحق رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي. فما هي الرسائل التي تريد أن تبعث بها واشنطن إلى بغداد من خلال هذه الخطوات الاستعدائية؟ ما هي دلالات فرض العقوبات على شخصيات حاربت داعش وبقية العناوين الإرهابية الأخرى؟ إلى أي مدى ستسهم تلك الخطوات في قتل كل القنوات التي من شأنها تسهم في تخفيض التصعيد والتوتر بالمنطقة؟ ولماذا بارك منتسبي الحشد الشعبي تلك العقوبات الصادرة بحق الفياض والمحمداوي؟ هل يراد من تلك العقوبات إنهاء الحشد الشعبي كونه رافض لوجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية؟ ولماذا كان الموقف الرسمي خجول حتى هذه اللحظة رغم ارتباط الهيئة بالقائد العام للقوات المسلحة؟ عن هذا الملف نتحدث مع ضيوفي، كل من عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي الأستاذ عباس العرداوي. حياك الله أستاذ عباس. حياك الله. سعيد بحضورك. وأيضا ينضم معي عبر خدمة سكايب عضو حزب الجمهوريين الدكتور آشلي أنصارة. أهلا ومرحبا دكتور آشلي. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ أبدأ معك دكتور آشلي، يعني هذه العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية متتالية، قبل أيام كان هناك عقوبات صدرت بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي، وأيضا من بعدها عقوبات طالت رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي. طيب ماذا تريد واشنطن وماذا تريد إدارة ترامب من استخدام هذا الأسلوب؟ تفضل. هو سابقا في خلال الخمس سنوات الماضية أمريكا ضد الشعبية أيضا بمساعدة الجيش الأمريكي والجيش العراقي. طيب لما حكومة أمريكا لا تؤمن أن الميليشيات الشعبية لها أي دور في إرساء الديمقراطية وإعطاء الشعب الحرية في التعبير عن نفسه. طيب الميليشيات اللي أنت تسميها ميليشيات شعبية، بس هاي مو ميليشيات، هاي هيئة رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، هيئة رسمية فيها قانون مصوت عليها من قبل البرلمان. البرلمان رفض وجود هذه الميليشيات الشعبية لغاية 2018. وين الرفض؟ وين الرفض؟ يا برلمان، البرلمان العراقي؟ البرلمان العراقي كان دائما يرفض وجود الميليشيات الشعبية. إنما في الواقع إن في حصل نوع تغيير في نوعية النواب الموجودين في البرلمان، وأصبحت العملية هي عبارة عن شيعة وسني وتحالف مع إيران وتحالف مع أمريكا. معظم النواب الموجودين في مجلس النواب العراقي كلهم تبع هيئة من الهيئات الأجنبية، وبالتالي نحن ندرك أن هذه الميليشيات الشعبية لا داعي لها على الإطلاق. ولماذا يكون لها داعي؟ أنا أعتقد أن سبورتنج الجيش العراقي وتقوية الجيش العراقي تبع الحكومة هذا هو أساس حماية الوطن وليس الميليشيات الشعبية. ليش أكو بأمريكا؟ ليش أكو بأمريكا لعد جيش رديف آخر اسمه الحرس الوطني أو الحرس؟ الحرس الوطني ده موجود في أوقات زي ما حصل في الهجوم على الكونغرس. رئيس الجمهورية له الحق إن هو يشارك الحرس الوطني في عملية الدفاع عن أمريكا، والذي يقصه هو وزير الدفاع ورئيس الجمهورية الأمريكي فقط. طيب أصحح لك معلومة، إنه الحشد الشعبي جهة رسمية، مؤسسة رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وهذا جاء في أحداث خضم داعش هذا التنظيم الإرهابي الذي
دمر العالم، وفي وقتها العراق قاتل بالنيابة عن دول العالم، وجاء بفتوى دينية من قبل مرجعية النجف، وثم صدر به قانون والتحق بالقوات المسلحة، حتى يعني تعرف شوية بعض المعلومات عن الحشد الشعبي. شكرا، أنا أعرف هذه المعلومات يا صديقي، إنما أنا عندي هنا لستة بكل الميليشيات الشعبية الموجودة في العراق، أكثر من حوالي 15 ميليشيا، وكل واحد ليدر، وكل واحد لها أسوسيشن. ده قدر على شعب العراق وعلى حكومة العراق. جيد. إنما حكيت إن الميليشيا الشعبية سوف تجبر القوات الأمريكية على الخروج من العراق، هذا غير وارد على الإطلاق. في اتفاقيات عسكرية ما بين حكومة واشنطن وبغداد، والاثنين متفقين تماما على إن كل الجيش العراقي، الجيش الأمريكي، سوف يترك العراق. يعني القوات الأجنبية قصدك ما تترك العراق، مع أنه هذا مو موضوعنا، واني سألتك يعني عن فرض العقوبات واستمرار عملية فرض العقوبات. خليني أشوف، أنتقل للأستاذ عباس العرداوي. يعني بالنهاية يقول لك أنه أمريكا تنظر للحشد الشعبي، تنظر له أنه ميليشيا، ما تنظر لمثل ما ينظر له في العراق بأنه مؤسسة رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي يعني فرض العقوبات هذا جزء من عملية الضغط على سواء رئيس هيئة الحشد الشعبي، رئيس أركان الحشد الشعبي، أو أي شخصية قيادية بالحشد الشعبي. تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ حيدر الموسوي، شكرا لك، وتحية من خلالك إلى ضيفك وإلى جمهور ومتابعي قناة الغدير. طبعا يبدو أن هناك ضبابية لدى ضيفك الكريم في موضوع الفصل ما بين الحشد الشعبي وما بين ما يسمى بالميليشيات أو فصائل المقاومة، أي إن كانت تسميتها، فهي لها مهامها الوطنية التي تقوم بها بغض النظر عن تسميتها، لأن لا نعتكف على التسميات الأمريكية. واضح جدا، يعني لا أقصد به ضيفك، لا أقصد به الإعلام المنطلق من هنالك، الذي يسمي المجاهدين بالإرهابيين، والذي يسمي المحتلين بالمضحيين، وهكذا. هذا الموضوع يعني لا يستحق الحديث كثيرا، لكن هنالك فصل. الحشد الشعبي منظومة أمنية تأسست بوفق معطيات وقانون ودستور، كما كانت هنالك الحاجة لإنتاج جهاز مكافحة الإرهاب في مواجهة الإرهاب في بداية الاحتلال، وجد هذا أيضا، وكما أسس الدفاع لهذا الغرض وأسست الأمن الوطني، يؤسس لغرض موجود. وأنا أحب أذكر ضيفك أنه تأسيس الجيش الأمريكي انطلق من مجموعة ميليشيات تكاتفت وانتقل، وجدنا تكييفا قانونيا لهؤلاء الذين خرجوا ضمن فتوى الإمام السيستاني اللي هو مرجع العراق الكبير، وواجه داعش وعصابات الإرهابية، ووجدنا لها تكييفا قانونيا، ودخلت في ضمن المنظومة القانون، ودخلت ضمن إرادة القائد العام للقوات المسلحة. إشكالية هذه المؤسسة وسبب انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه المؤسسة لم تنضج ولم تولد ولم تتربى ولم حتى تتأسس وفق المنظور الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا كل المنظومة الأمنية تدخلت في إنشائها، الشرطة الاتحادية، جهاز مكافحة الإرهاب، المخابرات العراقية، جهاز الأمن الوطني، الجيش العراقي، منظومات الجيش العراقي، الدفاع، الدروع، كل الأصناف هي تدخلت بهذه المنظومة بشكل كبير، وبالتالي سببت عدد كبير من الخروقات الأمنية والسياسية فيها. منظومة الحشد الشعبي هو وليد خالص للشعب العراقي على أثر وجود عصابات داعش ووجود هجمة حاولت أنه تكتسح العراق وسقط العراق. على لسان السيد المالكي اللي هو رئيس الوزراء في حينها، قال استنجدت بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبار عنده اتفاقية الأطر الاستراتيجية اللي متعلقة بضمان الأمن وتواصله. نعم. قاعست الولايات المتحدة الأمريكية عن دور هذا الاتفاق، ونتج عنها أنه سقطت بغداد من أسوار بغداد. بس أمريكا ما تنظر للحشد الشعبي بعد على أنهم انتهاء داعش، تنظر لهم ما تنظر لها
سواء أنه مرحليا وبالتالي بعدها يعتقدون أنه هي مجموعة مسلحة يعني، وهذا اعتقادهم ولا يخصنا به لا على المستوى القانوني ولا على مستوى الدستور مثل لا يعتقدون. بس هي تستمر بقضية المعاقبة، إذن هي تستمر بقضية التدخل، هذه قضية أخرى. إذا ناقش هذا الموضوع هي تستمر بفرض الوصاية، تستمر بفرض الأجندات، وهذا خروج عن القانون الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية اللي اعتقلت رئيس بنما بإنزال وحاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أنجهية. طيب هذا طيب آخر هذا حديث آخر. وهنا نسأل، ممكن أنه عندها مشكلة مع الأشخاص؟ لا، عندها مشكلة بالمشروع. مشكلة الحشد الشعبي ومن يقف خلف الحشد الشعبي، سواء كان فصائل المقاومة التي شكلت الهيكل الإداري والبنيوي، ومن الواجب أن نتذكر أنه رأس الحربة في ذلك هو الشهيد أبو مهدي المهندس رضوان الله عليه، وعلى المستوى اللوجستي الشهيد الجنرال قاسم سليماني، وعلى المستوى التعبوي والشرعي هو الإمام السيستاني اللي أطلق هذه الفتوى المباركة واستجابت لها الجماهير وتم بناها. هذا المنظور قطعا لا ترضى به الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ضرب المشروع الذي أسست من أجل داعش، اللي هو شنو؟ الذي هو تقسيم المنطقة. بس يقول لك الولايات المتحدة الأمريكية أنا جزء من عملية التحالف اللي ساعد العراق في حربه ضد داعش. لا، مو على مستوى الواقع، على مستوى الكلام. والدليل على ذلك انه احتاجينا الى دعوه الامم المتحده في ورقه اللي دفع السيد البادي. يعني الطيران، الطيران الامريكي، الطيران الامريكي ما ساهم بالحرب مع داعش؟ ساهم بقتل العراقيين ب 17 عمليه، وساهم بقتل الشرطه الاتحاديه، وساهم اي نعم على شكل اخطاء. لكن انا ملاحظه بس، اخطاء مقصوده طبعا، مقصوده، لكن هو يبررونها دائما اخطاء. لكن انا فقط اسمح لي بهذه، انا قلت السبب باستهداف الحشد الشعبي انه قصر عمر الارهاب. كانوا يتعاملون مع مولود في المنطقه اسمه داعش، راح اتعامل عليه فرض واقع. هيلاري كلينتون تقول انا حصلت 100 توقيع من رؤساء العالم حتى ينقبل هذا الجنين وتكون هنالك دوله جديده، وبالتالي معطيات. انت قصرت هذا الموضوع، كان المفروض 15 سنه قاتل. يعني الولايات المتحده الامريكيه هي من اتت بداعش للمنطقه؟ قطعا، وهي بنفسها اليوم نعم تقول بعملية مخابراتية. عشان الولايات المتحدة الأمريكية تتهم إيران بأنه القاعدة موجودة في إيران، ضيف جمهوري وترامب جمهوري وتحدث بهذا واتهم أوباما. وعلى المستوى المخابراتي تسمى عملية عش الدبابير التي عملت عليها كل المخابرات المناوئة وجمعت هؤلاء. هذا كلام مهم. أسأل دكتور آسلي، تسمعني دكتور آسلي؟ تفضل. اي دكتور آسلي، يعني طيب خلص، الولايات المتحدة الأمريكية يعني بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية دا تساهم بشكل أو بآخر بالمزيد من التصعيد. طبعا هنا ما دا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما أتحدث عن إدارة ترامب، يعني من باب أنه هي تفكر أنه تريد السلام في المنطقة، تتحدث عن عمليات خفض التصعيد، لكن بهذه الممارسات بهذه التصرفات هي تزيد من الاحتقان. وبالتالي الحشد الشعبي في العراق له جمهور وله أنصار وله محبين، والعراقيين ملتفين على هذا حول هذا الحشد الشعبي. يعني بالنهاية يعني هذا يعتبر تدخل بالسيادة العراقية. هذا معروف يعني في الولايات المتحدة، بننظر إلى العراق مش كمستعمرة، ولكن بلد كلفتنا كثيرا من الأرواح والمال، وبالتالي مصير العراق هو مرتبط بمصير الأدمينستريشن في واشنطن دي سي. هم الذين يقررون أشياء كثيرة جدا في العراق، من ناحية الاقتصادية، من ناحية السياسية، من ناحية العسكرية. أمين. will be exuberant إن أنا أقول أن العراق independent، متحررة، وهي بتفكر في استراتيجية العراق كبلد منفردة، كبلد مستقل. هذه أكذوبة، وأنا كثير جدا من الناس مش قادرين يفهموها، ولكن هذه هي الحقيقة. محتل قصدك، يعني العراق بلد محتل من قبل أمريكا، هاي مش حقيقة. محتل، هو احتلال. هو الاحتلال لأنواع كثيرة، احتلال عسكري، احتلال سياسي، احتلال اقتصادي وخلافه. إنما العراق ليست دولة مستقلة كما يظن بعض أفراد كثيرة جدا في العالم العربي. أمريكا لم تتخلى يت عن العراق، وأنا أعتقد أن في محادثات جارية بإعطاء العراق الحرية الكاملة، تكون بلد إندبندنت، وحتى يعني إقفال كل القواعد الأمريكية الموجودة في العراق، وأيضا
تقليل من حجم السفارة الأمريكية الموجودة في بغداد. جيد. هذا وأعتقد لتغيير الأدمينستريشن أنتو الديمقراتس تو بايدن هاريس جروب، أعتقد أن هذا هم الذي يفكرون فيه. يعني قصدك أنه إدارة بايدن في المرحلة القادمة راح تشتغل على نقيض ما اشتغلت عليه إدارة ترامب؟ راح تبدي ليس على النقيض، في الواقع ترامب هو ابتدى هذه العملية، وترامب أعدى وعود وهو أوفى بوعوده بتقليل حجم الجيش الأمريكي، وصل إلى 3000 جيش سولجرز موجودين في العراق، هذا داون من حوالي 150,000، وبعدين وصلوا تحت 70,000 وهكذا. ترامب لا يؤمن بوجود الجيش العراقي في العراق، واعتقد ان بايدن هاريس بيفكروا ان وجود قواعد عسكرية أمريكية في منطقة بالذات الخليج ليس لها تأثير كبير جدا على التأثير على الحكومات الموجودة في المنطقة. يعني واشنطن ممكن تقوم بنفس الدور بدون أن تتكفل مصاريف قواعد في قطر والسعودية والبحرين والعراق. عشان إيران، ما هي إيران مش هتعرف، إيران ليس من ضمن استراتيجيتها أن تحارب الولايات المتحدة أو الغرب على الإطلاق. إيران. وبالتالي نعم. وجود قواعد عسكرية بيلغي تماماً عملية اللي هو الديالوج، إن أنت بتبني you build up a trust مع الدول الموجودة في المنطقة. يعني تقصد إنه اللي أريد أفهمه من كلامك إنه الإدارة القادمة إدارة بايدن راح تكمل ما قام به ترامب بسحب القوات الأجنبية من العراق، سحب القوات الأمريكية من العراق من قواعدها، تقليل حجم الموظفية السفارة الأمريكية أيضا. طيب هذا جاء نتيجة الضغط، نتيجة استهداف المصالح الأمريكية بالعراق وبالمنطقة، أم لأنهم مقتنعين؟ يعني أنا عاوز أكون صريح معك وصريح هذا للشعب العراقي. جيد. لا يوجد تأثير من الميليشيا الشعبية أو من الحشد الشعبي أو من الجيش العراقي على قوات الأمريكية. الاستراتيجية الموجودة في واشنطن لا تتأثر على الإطلاق بوجود أي ضغط من ناحية العراق أو الجيش العراقي أو الحشود الشعبية الموجودة في العراق على الإطلاق. طيب جيد، خلنا أشوف السيد عباس. يعني يقول لك أنه استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية هي تفكر بطريقة اقتصادية، تقول لك انه انا خلص شعدي اني خال مجموعة قواعد عسكرية وجنود وادفع لهم فلوس واموال وطلعات جوية وهاي كلها، يعني فلوس بالمليارات كثيرة، رغم انه الخليج يدعم هاي هذا. بالنهاية هم ذاهبين باتجاه الانسحاب يعني من المنطقة ومن العراق عموما، وبايدن اعتقد راح يكمل هاي المهمة. مجبرين لا محبين، والدليل على هذا لا هذا مو مخططهم. طبعا قبل لا اجاوب انا اعترض على الكلام طرحه انه يفكر في عقليه ان العراق لا زال جزء من الولايات المتحده الامريكيه وترسم سياسه للولايات المتحده الامريكيه. لا سيدي الكريم، العراق حر والعراق ذو سياده وبلد راشد، واؤكد على ان لديك معلومات مشوشه عن تاريخ العراق الذي يعني عمره اكثر من 7000 سنه. لا يمكن للولايات المتحده الامريكيه مهما كانت قدراتها ان اليوم تكون هي المتحكمه. نعم هي تعرقل، هي تضطرب الأوضاع، هي تتصنع هذه الأحداث، هي تنشئ هذه الفتن. نعم أنا معك في هذا، مثل ما احتلتها في 2003، لكن استراتيجيتها ما كان استراتيجية خروج في 2003. أجبرتها المقاومة على الخروج، مقاومة الشعب العراقي ورفضها، وحتى القوى السياسية رفضت هذه المعادلة وخرجت في اتفاقية الإطار الاستراتيجي. اليوم من عادت ضمن التحالف الدولي الولايات المتحدة الأمريكية ما عادت بإرادتها بقوتها أو إرادة بشكل مباشر، عادت ضمن التحالف الدولي الذي هو بطلب عراق من الأمم المتحدة. اليوم البرلمان العراقي الذي نفسه هو قدم طلب الدعوة اليوم يقدم طلب الرفض، فتلزم الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب، تتغير استراتيجياتها، هذا شيء آخر. يعني أنا أفهم من كلامك إنه هاي الضربات، الخلايا الكاتيوشا، صواريخ الكاتيوشا على السفارة، استهداف بعض الأرتال اللي هم جزء منها عراقيين، يعني هي اللي دا تسرع بعملية رحيلها، لو هم أصلا عندهم استراتيجية ثابتة أن يبقون كم سنة هنا
وبعدها يغادرون مثل ما يقول الضيف الكريم. ما كان غادروا من قطر، من البحرين، من الكويت، من السعودية، من المحيط، ما غادروا من ألمانيا، ما غادروا من غرسان. لا، المعادلة معادلة قوة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تفهم من مبدأ القوة، لا تشعر بالاستقرار. ترامب الذي جاء في منتصف الليل مع 100 طائرة، مجرد زيارة لمدة ساعتين في قاعدة الأسد، تحدث بهذا، قال أنا صرفت كذا مبلغ من ملايين من الدولارات، وقتل آلاف الجنود الأمريكان، وبالتالي ما أستطيع أن أأتي في النهار. هذه كلها معادلة واضحة جدا، لا يمكن أن يسخر من العقول. لكن المهم جدا، الولايات المتحدة الأمريكية تعيش اضطرابا داخليا بسبب نقطة مهمة، أن الكيان الصهيوني وبعض اللاعبين في السياسة الخارجية اللي منهم بومبيو يحاول اليوم أن يصنع دائرة محيطة بالكيان الصهيوني آمنة له، طبعا بمعية الخليج، بمعية الأموال السعودية والإماراتية. اليوم ما يجري على الأرض يختلف، سواء كان بالكاتيوشا أو بالضغط السياسي أو بالفعل العسكري أو بضرب قاعدة عين الأسد أو مهما كانت الظروف، أو حتى بالإرادة الشعبية، الجماهير اللي خرجت في الشارع واللي أعلنت رفضها. هذه رسالة للداخل الأمريكي. فالقرار البرلماني ماشي بهذا الاتجاه. نعم، ممكن تتعرقل القضية، بايدن، ترامب، هذه الوجوه الديمقراطية الجمهورية احنا تلاعبت ويانا كثيرا، ما احنا شاهدنا القصف القديم وشاهدنا الأحداث الجديدة. لكن ما يجري على اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعيش نكسة داخلية، تعيش اضطرابا داخلي، هي بحاجة للانكفاء بعد اليوم الوجه القبيح اللي أصدره ترامب. أنا أعتذر من ضيفك لهذه العبارة، لكن هو هذا الوجه اللي حطم بكل مشاعر العالم وأنطى صورة واضحة جدا. اليوم سخر من الانتخابات، سخر من الكابيتول، دفع الأنصار إلى الاقتتال، ويتحدثون الكثير اليوم من الساعة. يعني هسه هاي المشكلة، هذه الاضطرابات الداخلية، هاي الاضطرابات الداخلية قد تنتهي يعني قريبا، مجرد تسنم بايدن قبل 10 دقائق الرئاسة يوم 20 بالشهر. لا، قبل 10 دقائق كان بايدن بالأجواء ويتحدث بشكل مباشر. قد يكون التسليم ليس بالسلس، يعني بغض النظر عن ما سيحدث. يعني شو يصير، اقتتال داخلي؟ ممكن أن يكون ذلك، يعني توجد هكذا دعوات للكثير. لكن وين نتحدث؟ تحدث اليوم الاضطرابات المنطقة تختلف. طيب، العراقيين أدركوا هذه المعادلة وتحركوا عليها بقوة. أما أن يفرض البقاء، هو مو مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أصبح البقاء أصلاً. هذه قد تكون مصلحة حلفائها، اللي هو الكيان الصهيوني، اللي هو بعض دول الخليج اللي صرفت ملايين الدولارات من أجل أن اليوم تسخر الوجود وتبحث عن وجودها. هذه معادلة صعبه حقيقة. طيب، خل اشوف الدكتور اشلي. يعني انا ارد افهم فت قضيه، قرار فرض العقوبات هل يصدر من الرئيس الامريكي مباشره من ترامب، ام من ترامب وبإعاز من ثم الى الخزانه، وزاره الخزانه الامريكيه؟ طيب، هاي الشخصيات اللي تم فرض عقوبات عليها لم تسافر لأمريكا، ليس لديها مصالح في أمريكا، ليس لديها لا مصالح تجارية حتى خارج العراق. طيب، شنو راح تستفاد من عنده بقصة فرض العقوبات أصلا؟ وفرض العقوبات ما بيكونش بس من قبل رئيس الولايات المتحدة. رئيس الولايات المتحدة بيتخذ قرارات في مجموعة استشارية أيضا في المجلس القومي للأمن، وبالتالي هو مش قرار منفرد، وبيمضي على الريكومنديشنز والتوصيات التي تصل إليه. موضوع آخر إنه هؤلاء الأشخاص ما لهمش أي معاملات تجارية في الولايات المتحدة أو غيره، بل بالعكس، هؤلاء الأشخاص، أنا ما أقدرش يعني أقولك بالضبط السورسز، إنما هؤلاء الأشخاص عندهم معاملات تجارية خارج العراق. لا مين يعني ابو فدك مثلا هو بالعراق ما عنده حسابات ماليه؟ لا عفوا، وانا اقول للاسف استاذ دكتور معلوماتك غير دقيقه، هو ابو فدك في العراق ما عنده حسابات ماليه. زين، جيد، مجرد اضطراب يعني الوضع فقط. اكمل دكتور اشلي. اي نعم، اكمل. انا اسف، انتم اعترضتوني في الحديث. لا تفضل لا تفضل براحتك، كمل بعد هذا. ولكن هو عاوز اقول لسيادتك حاجه، يعني احنا ناس كلنا ادلت وماتيور، في كلام بنحط في العراقي ميديا لتغطيه مشاعر الشعب العراقي، وده بيسموها يو فيد اب ذا بيبل، يعني دي من الاستعمال المحلي. جمهورنا عربي لو كلام اللي قاله صديق الفاضل الموجود معايا، يعني تدخل للحياه النيابيه في امريكا وترامب والشتم وعمل، دي كلها كلام فارغ ليس له علاقه بالموضوع الذي اتحدث به. ديت ميديا فيد
إنما أنا سألتني سؤال عما يظن الحزب الجمهوري وعما يجري في واشنطن، وبالتالي أنا أعرف كثيرا عن كثير من الناس في العراق ماذا يدري، وبالتالي أنا بحاول أديك أنا جزء من الإديوكيشن وأيضا جزء للشعب العراقي. جيد، لا بس واحنا بدنا نتناقش يعني دكتور اسلي، احنا بالنهايه بدنا نتناقش ودريد نوصل الى فد قصه معينه، وهي انه فرض العقوبات بهذا المستوى بهذا الحجم، يعني هذا وين يريد يوصل اداره ترامب او امريكا نفسها؟ يعني لان اكو رفض بالعراق لهاي المسائل، اكو رفض، يعتقدون هذا خرق للسياده، هذا تدخل. العراق يعني بلد صديقة للولايات المتحدة وشعب الولايات المتحدة. العراق عندما تدخلت واحتلت العراق رسميا في حرب دامت سنوات كثيرة وكثيرا من الخسارة في الأرواح والمال، وده من الضريبة احنا اللي بندفع، هذا الشعب الأمريكي هو الذي يدفع ثمن الاحتلال او ثمن مساعدة العراق للتخلص من صدام حسين، من دكتاتورية صدام حسين. انما القصد كان يعني احنا بنحاول ان احنا نخرج بره العراق. انا اي هوب ان انت يو اندرستاند ذات، نحن نحاول ان نخرج خارج العراق ومنطقه الخليج العربي. وجود قواعد عسكريه كما ذكرت سابقا لن تخدم الاستراتيجيه السياسيه للولايات المتحده على الاطلاق. ده الوقت ده مضى خلاص، انقطعنا منه، يعني that's finished. I think الدور الاقتصادي القادم في الولايات المتحدة هو الذي يرتكز عليه، يعني بمنتهى الصراحة America is imperialism. America دولة اقتصادية وهي الامباير بتاعت أمريكا وسوف تستمر لسنوات عديدة، ولذلك هي لها طوابع في كل حتة في أنحاء العالم من أول موسكو. طيب أنا أريد أسألك، أنا أريد أستغل وجودك معنا، دولة صديقة وجيد أسقطت نظام صدام باعتبار أنه قدمت فد خدمة في وقتها، لكن السؤال بعدها أنه العراقي بعدها هي الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت على لسان جورج بوش الابن أنه هم محتلين، بالتالي حصل نوع من عملية التجميع قوات شعبية المقاومة رفض وجود الأمريكان. اليوم أكو قرار رسمي وأكو قرار شعبي. القرار الرسمي اتخذ البرلمان يوم 6/1 عام 2020، صوت هذا البرلمان اللي هم ممثلي الشعب بضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق. طبعا وصلت الرسائل وأكو حوار استراتيجي. السؤال يطرح نفسه، الولايات المتحدة الأمريكية إذا تعتبر العراق بلد صديق، طيب ليش ما تغادر؟ يعني ليش من يغادر وجودها العسكري من الأراضي العراقية باعتبار أنه غير مرغوب به؟ أنا أعتقد وأرجو أنك يعني تفضل تفكر في هذا الكلام. الحكومة العراقية هي التي تريد الجيش الأمريكي أن يكون له بريزنت في العراق. وأنا أؤكد لك ليس السستان وليس الميليشيا الشعبية وليس الحشد الشعبي هو الذي يريد أمريكا في العراق، ولكن الحكومة العراقية نفسها تريد أن يكون هناك وجود عسكري. أي حكومة منهن؟ أي حكومة؟ إذا كانت حكومة سيد عادل عبد المهدي فالحكومة هي اللي ذهبت بتوصية إلى البرلمان العراقي كتوصية وكمقترح للتصويت عليه، وأيضا هو الذي وصل إلى واشنطن دي سي وتم النقاش في هذا الموضوع، وأيضا أصر رئيس مزار واشنطن. مزار واشنطن عادل عبد المهدي في حكومته، مزار واشنطن في فترة تولي رئاسة الوزراء السيد عادل عبد المهدي لم يزر واشنطن، زار الصين. أنا كنت موجود في واشنطن يا فندم، وكان رئيس الوزراء العراقي. لا رئيس وزراء العراق، أنت تتحدث عن السيد الكاظمي، عن الكاظمي مو عادل عبد المهدي. اي انا قلت لك ان السيد عادل عبد المهدي عندما كان رئيس وزراء العراق هو ذهب الى مجلس النواب وانطى توصيه ومقترح وتحدث قبلها بضروره اخراج القوات الاجنبيه لعدم امكانيه حمايتها من قبل القوات الجيش العراقي. صح، مظبوط.
تفضل دكتور. اي انا موافق على كلامك، انا ما عنديش اعتراض. اي تقصد الكاظمي، تقصد الكاظمي. الكاظمي هل طلب من ترامب ببقاء القوات الاجنبيه بما انه انت كنت موجود هناك في اللقاء، هذا اللقاء؟ في اللقاء الاخير في واشنطن تم اجتماع موسع مع وزاره الدفاع ووزاره الخارجيه وخلافه والسي اي اي، وكان واضح جدا ان وجود الجيش العراق الجيش الامريكي في العراق سوف يقوي من قوه الحكومه العراقيه. يعني هو الحكومة الكاظمي هي طلبت بقاء القوات الأمريكية، هي التي طلبت طبعا. وأعتقد أيضا كمان عشان يعني الميليشيات الشعبية أو الحشد الشعبي، ونفترض أن في ميليشيات، في حوالي 15 ميليشيا شعبية، وجود هؤلاء الميليشيات بقيادات مختلفة وعقائد مختلفة بيؤدي إلى توتر الوضع الأمني في داخل العراق. هو ماكو توتر، هو التوتر أنه هاي اللي تسميها ميليشيات، احنا بالنسبة لنا نسميها الحشد الشعبي ومواطنين عراقيين، عندهم مشكلة مع وجود القوات الأجنبية، وهي قوة مناهضة للوجود الأمريكي. واعتقد ان فلسفة المقاومة مكفولة حتى في دول أوروبا وفي أمريكا في فيتنام يعني اصلا يعني. خليني ابقى ارجع لك دكتور. لا بس اعود واحد عشان اشرح لك. اي تفضل. الميليشيات الشعبية أمر متفق عليه، الأمر المتفق عليه أنه يكون تحت خضع رئيس الجمهورية العراقي أو رئيس الوزراء العراقي. إنما لما تكون الميليشيات الشعبية فيها تناقضات في الداخل سياسية ومذهبية ودينية وعقائدية، هذا بيؤدي إلى في مشكلة. هو مش شيعة ولا كلهم سنة، يعني بصراحة تامة جدا، يعني الشعب العراقي في الداخل منقسم. هو ليس وجود امريكا في العراق هي المشكله، وعدم وجود وحده. نعم النظام دكتور اشتي، النظام البرلماني كما تعرف ان تحكمه الاغلبيه العدديه، والاغلبيه العدديه هي صوتت برفض وجود القوات الامريكيه، وتبعها مباشره خروج احتجاجات مليونية كبيرة تطالب برحيل وجلاء القوات الأمريكية. أرجع لك، خليني أشوف رأي الأستاذ عباس. يعني تكلم بموضوع مهم، ليقول إنه الحكومة العراقية هي اللي ربما تتحدث مع واشنطن، تتحدث مع إدارة ترامب، وقالت لهم ان انتم احنا نريدكم تبقون هالفتره يعني تساعدونا، يعني ما ريدكم تطلعوا. الزياره كانت واضحه في واشنطن، وتحدث في حينها الكاظمي عن او تحدث الجانب الامريكي، الكاظمي ما تحدث، الجانب الامريكي سرب هذه المعلومات وتحدث عن انسحاب على مدى 3 سنوات، وهذا واجه رفض برلماني مباشر. يعني هكذا هي الديمقراطية، لأنها ليست من سلطة رئيس الوزراء. أيه. اليوم دعوة القوات الأجنبية لا بالبقاء ولا بالرحيل. أيه بس يقول لك مو بس أنتم موجودين بالبلد، أكو غيركم هو يريد يبقون الأمريكان، يعني مو فقط هم مكون معين، أكو مكونات أخرى تقول لك إحنا نريد يبقون الأمريكان مناطقنا وقواعدنا. القانون حاكم أستاذ حيدر، القانون حاكم، توجد تصويت برلماني، ياما احنا نحترم هذا التصويت البرلماني ياما نعمل على المزاجات. لكن انا استغرب ضيفك كيف يسمح لنفسه انه يقيم الاخرين ويقيم الاوضاع وهو ما زائر العراق. انا اسال سؤال، زائر العراق مره واحده؟ انا ادعوه كجمهوري ان يزور العراق ويقعد مع الكتل السياسيه ويشوف هذه النقاط حتى يميز ما بين، ما جاي يفصل ما بين الميليشيات، ما جاي يفصل ما بين المقاومه، ما جاي يفصل ما بين القوى الوطنيه، ما جاي يفصل ما بين الاراده الموجوده. يقول لك احنا نعتقد ندري انه لازم هو توجد هو يعرف الكثير، هو يعرف تقاوم. يعرف الكثير لكنه ليس على الواقع. يعني على الجانب الأمريكي لا يقبل أن نتحدث عن الداخل الأمريكي في حين هو يتحدث في خصوصيات المجتمع العراقي. عليه أن يفهم نقطة جدا مهمة، أنه اليوم معادلة الشعب العراقي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية هي مواجهة عقائدية. نحن نعتقد أن اليوم الجيش الولايات المتحدة الأمريكية جاء كما قال بوش وغيره بإرادة الرب. ترامب يعمل على مساعدة الكيان الصهيوني ضمن الإنجيلية البيضاء، ضمن هذه الأطر، ضمن الصهيونية.
والشعب العراقي مناهض للصهيونية يرفض الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإطار، طلب من عندها التعاون الاقتصادي في اتفاقية الإطار الاستراتيجي ولكنها لم تتعاون معه، طلب التعاون معها على المستوى التربوي، لدينا 2800 طلب بعثات إفادات طلابية في حكومة المالك وما تلا، كذلك لم يتم التعاون معها على المستوى الصحي، كذلك لم يتم التعاون معها على المستوى الأمني، ذكرت لك الشاهد من داعش بهددت أمن بغداد وهذا باعتراف الرئيس الحكومة الأسبق. فبالتالي ما يجري معادلة خطرة جدا. إذا أريد أن نتحدث في الداء الميليشيات، فيا سيدي الكريم أنا ذكرت لك أنه تأسيس الجيش الأمريكي انطلق من هذه العبارة، واليوم السوشيال ميديا واضحة تنقل لنا عن مئات الميليشيات موجودة في الداخل الأمريكي والاضطرابات، والأيام المقبلة إن شاء الله تبين يعني واقعية هذه الأمور من عدم. لكن في الداخل العراقي الرؤية تختلف. حكومة الكاظمي الذي يتحدث عنها حكومة أنشئت بضغط أمريكي، يعني مو حكومة منتخبة ولديها مهام محددة وبحضور جميع زعامات القوى السياسية بغض النظر عن هذا المسار وكيف ولدت. لا مو هذا لازم يتكلم. لا الولادة مرة تكون قيصرية مرة تكون طبيعية، هذه ولادة معسرة كانت، لكن أنا أتحدث عليها. شنو كانوا مرغمين؟ كان طبعا ضغطا أمريكيا في الشارع تشرين. شلون يقول لك أنا بالنسبة لي كأمريكا أنا ما أتدخل. من وما يتدخل؟ هو يقول لك أنا من أكبر الأخطاء، شوف الولايات المتحدة الأمريكية ما واجهت العراق لأجل العراق، ومن يقول نتحدث احنا على الاحتلال الامريكي ودخول العراق، بالعكس بيدفعون ثمن الداخلي، هذا يدفعون ثمن الهمجيه الامريكيه اللي قتلت ابنائنا، نصف مليون مواطن عراقي قتل من 2003 لحد الان. لك انا بالنهايه قدمت لك خدمه انه انا اسقطت صدام. انا ما داز عليك، انت جاي لسببين، وهذا يتحدث به ترامب، جاي يقول من اجل النفط. لا في 2000 عام 2003 هو اسقط لك صدام، اسقط لك نظام ديكتاتوري، وما كانت اهدافه تسليم النظام السياسي. لا احنا حتى نتفق على هذه الجزئيه. لا هو اسقط نظام صدام بمباركه قوى المعارضه. لا اسقط بعد ان ادرك انه اليوم سقوط صدام اصبح قاب قوسين او ادنى من قبل المعارضه. صدام اصبح ضعيف جدا، والمعارضه التي كانت في الشمال وفي الجنوب استنزفته بما يكفي، ولانهم كانوا يدركون ان البديل الاسلامي ذهبوا لهذه المعادله، معادله المؤتمرات الخارجيه وما تلها. الان اتحدث بنقطه جدا مهمه، ان اليوم انت تريد الثمن وانت تعلن مباشره في مؤتمر القاهره اللي في حكومه اوباما وفي حكومه ترامب، كان يتحدث عن ان اليوم الوجود الرئيسي في الولايات في العراق هو لضمان امن الطاقه، هم يتحدثون عن سرقة تسرق اليوم أمن الطاقة، والثاني موجود مو لأجلي، موجود يدفع ثمن الكيان الصهيوني، هو يريد من المنطقة أن تكون آمنة للكيان الصهيوني، هذا الذي يجري في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية مو مجاورة للعراق حتى اليوم. الموجود أسباب داخلة بالولايات المتحدة الأمريكية. جيد دكتور أشلي، يعني إذا نريد إذا قرأنا البيان الوزارة الخزانة الأمريكية حديثها انه تبرر فرض العقوبات على شخصيات سياسيه عراقيه، يعني طبعا ما نتحدث عن الاسماء السابقه، نتحدث عن الاسماء الاخيره، رئيس هيئه الحشد الشعبي، رئيس اركان هيئه الحشد الشعبي، ويبدو انه اكو اسماء اخرى. هي تقول في بيانها انه هؤلاء ارتكبوا يعني خروقات، وبالتالي هم خرقوا حقوق الإنسان، وهذا يعتبر تهديد إلى الديمقراطية. يعني هنا نريد نتحدث أو نسأل، اليوم ترامب أو أنصاره ما خرقوا الديمقراطية من دخلوا للكونغرس الأمريكي، وأكو أمرأة توفت، وأكو جرحى، وأكو مصابين فيما حدث، يعني هذا ما كان أيضا انتهاك لحقوق الإنسان؟ يعني من لو فقط انه طيب، ولو افترضنا انه اكو عمليه انتهاك حقوق الانسان، اكو قضاء عراقي وهذا شأن داخلي، يعني ليش تتدخل الولايات المتحده الامريكيه وتجي الخزانه الامريكيه تفرض على عقوبات على شخصيات هي اصلا ما تمتلك لا رصيد مالي لا بواشنطن ولا بغير واشنطن؟ اولا انا يسعدني جدا ان انا البي رغبه العراق وحكومة العراق ان انا ازور العراق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا كنت استاذ زائر في الطب في جامعة الموصل. وانا عشت في الموصل 8 اشهر، الموصل وبغداد.
كنا نعمل اعتراف طبي. هاي بياسن هاي بياسنوات احداث داعش لو قديم سنة ده سنة 1976 و77. جيد جيد. وانا احب الشعب العراقي جدا وعندي لي اصدقاء كثيرون. شكرا. وهذا من الاسباب الذي يعني اظهر معاكم في ميديا في العراق بالذات كثيرا. جميل. لان الشعب العراقي شعب جميل وشعب متعلم ومثقف حاضر. ولذلك شكرا لك بالصداقه العراقيه لي دائما. شكرا. السؤال الثاني موضوع لماذا يعني موجود في الجرائم التي حصلت في خرق البرلمان الأمريكي والكونغرس. ده في أكثر من حوالي 6,000 ممبرز من هذه بنسموهم احنا ترامبيز أو الذين يؤمنون بقضية ونظرية ترامب سوف يحالوا المحاكمة. وتم القبض على أكثر من 2000 واحد موجودين في الـ FBI وايضا اماكن مراكز الشرطه الديمقراطيه. فما فيش حد منهم يعني سوف يذهب بدون حساب. جيد. يعني ده ديمقراطيه واحده الذي يسري في على الشعب الامريكي يسري على شعوب العالم باكملها. ثالث موضوع على موضوع الوزاره الامريكيه. كما ذكرت سابقا ان في ادله تثبت ان هؤلاء الاشخاص عندهم علاقات تجاريه وماليه خارج العراق. وانا لا يجوز لي على الاطلاق ان انا افيد بمعلومات اكثر من هذا. يعني يقول لك انه عندهم لحظه دكتور يقول لك عندهم حسابات ماليه. يعني نتحدث عن الشخصين. أي. تحدث عن السيد فالح الفياض والعبد العزيز المحمداوي اللي هو ابو فدك. انا اضمن لك انه ابو فدك ما عنده حسابات ماليه في داخل العراق لانه متطوعا في الحشد الشعبي. فكيف يعني تكون عنده حسابات في الولايات المتحده الامريكيه وهو قضى اكثر من 40 عاما بين مقاتله صدام في الاهوار وبين مقاومه الاحتلال الامريكي واليوم هو واضح يعني موجود في ومحاربه داعش. وهذا ايضا السؤال راح اسالك اياه. نعم تفضل دكتور اشلي. يعني يقول لك خلص انه هذا الانسان ما عنده ما يمتلك لا حسابات ماليه لا حسابات اقتصاديه. والدليل انه جنين بلاخارست المبعوثه الامميه اجتي والتقت معه اكثر من مره وموجوده صور ايضا. معقوله يعني الامم المتحده تلتقي مع شخصيه هو مخترق حقوق الانسان ويهدد الديمقراطيه؟ بلا شك الامم المتحده قبلت ناس كثيرون في دول العالم كلهم ديكتاتورز وسفاحي دماء وعندهم حسابات بالملايين من الدولارات في خارج البلاد. يعني دي حاجه طبيعيه. يعني مقابله يونايتد نيشن دي مقابله سياسيه بحته. بروتوكول سياسي موجود. ولذلك هذا يضمن على الاطلاق. لا هذه رساله لداعش. هذه رساله دكتور هذه رساله لداعش ان اليوم هنالك محاوله طبعا لاعاده داعش ويتصدى له الحشد الشعبي. فمحاوله تجريم قيادته هي تهيئه لهذه الارضيه. عفوا هذا من وقتك يعني. اي تفضل دكتور راشد تفضل. يعني الضيف الكريم ماذا يريد ان يقول؟ لا يعني ده يقول لك انه بهذه الطريقه معناتها احياء لمشروع داعش من جديد في العراق بهذه الطريقه. يعني والله هو يعني انا سمعت السيد الضيف يقول ان تورطت السي اي اي والحكومه الامريكيه في خلق داعش. نعم هذا ما قاله ترامب. هذا ما قاله ترامب حينما اسمح لي قاطعنيش ثاني. اي تفضل. هل ممكن تسمح لي ما قاطعنيش ثاني لو سمحت؟ يلا الوقت لك. وهذا كلام مظبوط. ما هو لو الضيف الكريم يعني تريس بال بيسموها ايه بالصبر زين انا هرد لسؤالي يعني. انما هذا كلام مظبوط. انما السؤال الاتي هل امريكا تريد ان تخلق داعش مره اخرى؟ ده خطا. بالضبط. كما هل امريكا تريد ان تحتل بلدا اخرى في الشرق الاوسط؟ هذا خطا. لان امريكا ارتكبت خطأ كبيرا جدا وبندفع ثمنه الى الان في احتلال العراق. وده كان خطأ جدا.
يعني احنا مو حق التجارب الولايات المتحدة نترك هذا تماما في الوقت الحالي. انما اظن اجين عشان الموضوع الحديث هو الخزانة الامريكية وعلاقة الخزانة الامريكية بالحشد الشعبي. اريد ان اؤكد لك ان العراق وحكومة العراق اذا كان عندها توصيات اخرى بخصوص هؤلاء الفردين وممكن ترفع دعوة في الهيج في الهيج اللي هو المحكمة العدل الدولية وتبين بالضبط قدام العالم ان هؤلاء الاشخاص لا توجد لهم ولا هذه اوسمة شرف في هيومن رايت ايشوز. يعني ما هي في السياسة الامريكية او السياسة الدولية لا في خطأ ولا في صح. هو اللي موجود فيه معاملات وتصالحات واتفاقيات. هذه هي السياسة العالمية. نعم. يس جزء من الشعب العراقي يؤيد موضوع الحشد الشعبي، هذا كلام سليم. وجزء آخر من الشعب العراقي لا يؤيد الحشد الشعبي، وبالتالي الحكومة العراقية أيضا. يعني في ألاعيب سياسية وراء كلوز دور. وصية. يعني خلف الأدوار. وهذا دكتور وهذا يبقى بالنهاية هو شأن داخلي، يعني بالتأكيد كل البلدان يعني هذا شأن خاص بالعراقيين نفسهم، إن كانوا البعض يرفض أو يؤيد. يعني أما مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض سياستها في الداخل العراقي وتفرض وتملي كل شيء على العراق، يتعاقد مع من، يستثمر مع من، ويذهب مع من، هذا جزء من عملية الاحتلال اللي كنا نتحدث عنها. للأسف الوقت يعني انتهى بحسب المخرج، كنت أتمنى استرسل معك بالحديث. شكرا للإطراء والاهتمام أيضا الدكتور آشتي أنصار عضو الحزب الجمهوري، شكرا لك عبر خدمة سكايب. وأيضا ربما بأقل من دقيقة ناقشنا موضوع العقوبات، لكن الأشخاص المعاقبين هم لا يتذمرون، لأنه هذه أوسمة شرف حينما تعلق عليهم. وهذا ذكرته في المقدمة، ويعني طرح أيضا موضوع جدا مهم، أن الحكومة العراقية إذا أرادت ترفع العقوبات تقدر تقدم، ولكن الحكومة العراقية يبدو موقفها خجول. حتى هذه اللحظة ما سمعنا بيان رسمي ينتقد هاي السياسة بحق هذه القيادات المهمة التي قارعت الإرهاب، وهي قيادات في مؤسسة رسمية الحشد الشعبي. الأستاذ عباس العرداوي كنت معنا، شكرا لك. شكرا لك ولدي. شكرا دكتور، وأشكر لكم موصول حبة المشاهدين، حتى ألتقيكم في حلقات أخرى. أقول لكم إلى اللقاء ودمتم في أمان الله وحفظه.